مسيحي والمشرق، الأردن نموذجاً، كان عنوان حلقة جديدة من برنامج عين على المشرق الذي يعده ويقدمه الأب نبيل حداد على فضائية نورسات. وقد استضاف البرنامج المؤرخ والإعلامي الدكتور جورج طريف، حيث تركز الحديث حول تاريخ المسيحية في الأردن وعن المواقع المقدسة والأثرية في المملكة. المسيحي العربي المسيحي في الأردن لا ينسلخ عن أردنيته وعن عروبته. أعطينا يعني الكنيسة العربية أين هي في نعم. هذا نعم. وأنت المؤرخ. نعم. الأردن بلد معمودية السيد المسيح. نعم. ولما نحكي المعمودية تعمد السيد المسيح، انتشرت المسيحية من الأردن إلى باقي الدول. صحيح ولد في بيت لحم وعاش في الناصرة وعاش في القدس، بس أيضا هو جاء إلى الأردن ومر على منطقة أم قيس وتعمد في موقع المقطس الموجود الآن في شرق النهر. فالأردن هو بلد المسيحيين، والمسيحيين متسقين بالأردن عبر التاريخ، ليس بالمئوية. احنا تحدثنا عن الفترات السابقة منذ عهد قسطنطين. الآن في المئوية الأولى من عمر الدولة الأردنية بنلاحظ أنه ربنا ما نحن الهاشميين، وهذه قيادة نعتز ونفتخر بها ونفتخر. يعني الأردن الآن يعتبر أفضل دولة عربية، فالأردن أصبح ملجأ لكل العرب، وهو حديقة زي ما بيقول وسط حريقة. احنا جو ملتهب حوالينا، ومع ذلك الأردن يعيش بأمن واستقرار. كل هذا بفضل حكمة الهاشميين، ابتداء من الملك الشهيد عبد الله الأول، مرورا بأحد الملك طلال ملك الدستور، ثم أفضل دستور في العالم كان دستور الملك طلال، ثم أحد الملك حسين الباني 43 سنة أو 46 عام حكم، وأحد الملك عبد الله الثاني. في عهد عبد الله الثاني الأردن انتقل نقلة نوعية كبيرة تجاه احترام الآخر وحب الآخر، حب الجار. ظهرت في عهده ثلاث مبادرات مهمة. أول واحدة رسالة عمان، وثاني واحدة تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة سواء 2007. وثالث واحدة بنيويورك، أسبوع الوئام. صحيح.